إنه العلماء بتوعنا الأوائل الواقدي والطبري وكتير منهم قالوا يا جماعة المسجد الأقصى احنا مش عارفين إن سيدنا محمد بعد ما ضايقوه في قريش راح دعا في الطائف، نعم، وعلى طريق الطائف في مسجدين، مسجد اسمه المسجد الأدنى ومسجد اسمه المسجد الأقصى. فالآية في سورة الإسراء بتعبر عن حال النبي وهو بيفكر متحير زي إبراهيم كده، سيدنا إبراهيم لما قال رب أرني أنظر إلي، أو موسى وإبراهيم وكتير من الأنبياء مروا بمرحلة الحيرة دي. فالآية بتقول سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في وقت ما كانش فيه صلاة. نعم. يبقى إذن ده مكان تقديس ومكان معروف، وإلا كان تم تعريفه. نعم. طيب، فالواقدي وغيره قالوا إن ده المسجدين اللي هم على طريق مكة من جهة الطائف. هو ده الحرم والأقصى؟ بس ليه؟ لأنه الأقصى ما كانش موجود، ولا كانت المدينة الموجودة اسمها القدس، كان اسمها إيلياء. نعم. ولا كان فيها مساجد. إذا هل معنى هذا أن المسجد الأقصى لا يمثل قدسية عند المسلمين؟ لا، المسجد الأقصى يمثل لعبة سياسية عملها عبد الملك بن مروان.